مرحبا حبايبي، درسنا لهذا اليوم هو Unit 6 Lesson 1 بعنوان My Mom's Birthday، عيد ميلاد ماما. طبعا page 48. In this picture you can see the family. The family يعني العائلة. طبعا the family العائلة هي محتفلة ب the birthday of mom، بعيد ميلاد ماما. What can you see in this picture? ماذا تشاهدون في الصورة؟ You can see in this picture uncle, dad, grandma, grandpa, sister, aunt, mom, aunt Huda. This is the birthday of mom. هو عيد ميلاد mom. In this birthday, بهذا العيد ميلاد they get presents. طبعا يجلبون هدايا. And they have a party. ويعملون حفلة. Also we can see in this picture. يمكن أن نشاهد في هذه الصورة. The foods and the drink. الطعام والشراب. What can you see in this picture? ماذا تشاهدون؟ You can see the cake, jelly, juice, flowers, balloons, ball, drum, car. طبعا الدرام هو بعنوان معناه هو طبل. جيلي، جوز، فلاورز، بالونز، بول، درام، كار. طبعا الدرام هو بعنوان معناه هو طبل. And you can see in this picture the numbers, الأرقام اللي هي ممكن تشاهدوها 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. طبعا ايضا تشاهدون في page 49 في صفحة 49 the cousin. Cousin هو ابن العم او ابن العمة. And aunt اللي هي العمة. Brother الاخ. وcousin ايضا ابن العم او ابن العمة. And you can see in this picture Hadi and Dina. Hadi asking Dina, who is this? طبعا الهو هي أداة للسؤال عن الشخص. إذن Hadi يسأل Dina, who is this? وتيسألها عن البيكتشرز، الصور اللي هي موجودة يمكن تشاهدوها، صورة اللي grand Dina. Hadi asking Dina, who is this? طبعا الهو هي أداة للسؤال عن الشخص. إذن Hadi يسأل Dina, who is this? وتيسألها عن البيكتشرز، الصور اللي هي موجودة يمكن تشاهدوها، صورة اللي grand ma. صور mom, grandpa, dad, sister, grandma. فهادي يسأل دينا، okay, who is this? عن هذه البيكتشر. دينا تجاوب It's her grandpa. إنها it's her grandpa. إنه جدها اللي هو هذه صورته. This is the picture of grandpa. أيضا ننتقل إلى page 49 صفحة 49 اللي هي عنوانها ask and answer، يعني سؤال وجواب. أيضا هادي asking دينا، يسأل دينا where is her grandma، يعني أين جدتك؟ فتجاوب دينا answer. دينا answer هادي she's next to mom، هي بجوار mom. فنرجع إلى this picture ونشاهد أنه جدة دينا اللي هي هذه grand. فهادي يسأل دينا okay who is this عن هذه البيكتشر. دينا تجاوب it's
her grandpa. إنها it's her grandpa. إنه جدها اللي هو هذه صورته. This is the picture of grandpa. أيضا ننتقل إلى page 49 صفحة 49 اللي هي عنوانها ask and answer يعني سؤال وجواب. أيضا هذه asking دينا يسأل دينا where is her grandma يعني أين جدتك؟ فتجاوب دينا answer دينا answer هذه she's next to mom هي بجوار mom. فنرجع إلى this picture ونشاهد إنه جدة دينا اللي هي هذه grandma next to her mom بجوار أمها. أيضا هذه يسأل دينا مرة ثانية asking دينا where are her cousins يعني أين أبناء عمك أو أبناء عمتك. فدينا تجاوب answer هذه they are on the floor إنهم على الأرض اللي هم ذولي her cousins أبناء عمت دينا.